Okay. السلام عليكم. كمل في شابتر الفانكشنز. وصلنا لهذه السلايد، قلنا ايش المصطلحات لللوب. هي انك تعمل باترن ابلاي، يعني باترن معناها نمط، نمط تطبق على كل اللوبس. هذا اللوبس، المثال الامثله اللي شفناها المحاضره الماضيه، يعني ينطبق على كل انواع اللوبس. بس انت تكون مبرمج شاطر تكون عارف ايش تعمل جوات اللوب. بشكل عام اللوبس كستراكشر يكون عندك فاريبل تعملها انيشاليزيشن، تحط لها القيمه الابتدائيه، زي ما كنا نحط ان 5 اي 0، تمام؟ اللوب اللي هو مخصوص الاتريشن فاريبل، الاتريشن فاريبل بتلف عليه، بعدين بتروح تعرف الاتريشن فاريبل وبتعرف على ايش يلف، ايش القيم اللي يلف عليها، ايش الاحتمالات اللي ياخذها. هذه طبعا بحكي على الفورم. بعدين بتعمل حاجه هان على القيم هذه، تدور على رقم، بتجمع، تحسب افريج، تعمل شيء لهم. بعد ما تخلص عمليتك انك لقيت الرقم او خلصت الصم، خلصت هذه الليست او الارقام اللي انت بتلف حواليها او الاسماء، تروح بتطبع له النتيجه، تمام؟ ممكن مخزن النتيجه في الفاريبل اللي انت عرفتها، تمام؟ على سبيل المثال، هذا مثال عرفنا فور ثينج. ثينج ايش هو؟ عباره عن ايش؟ قيمة من هذول، كل مرة قيمة من هذول. بقول لي يطبع الثينج، ايش راح يطبع؟ أول شيء بيطبع كلمة بيفور، هذه برا الفور مالهاش دعوة. بعدين بيطبع 9 41 12 3 74 15، خلصت اللوب بيطلع منها طبع أفضل بكل بساطة. هذا بالنسبة للوب على ست، على 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 مجموعة من القيم. طيب لو بدنا نجيب أكبر رقم في مجموعة من القيم، نجيب أكبر رقم، كيف بنجيبه؟ بنشوف أول رقم هل هو، وبنعتبره هو أكبر رقم. بعدين بنشوف الثاني، إذا الثاني أكبر منه بخزن ال 41 بدل الثلاثة، هي أكبر رقم. بعدين بشوف الثالث، لا مش أكبر من 41 بسيبها، بسيب ال 41 بخزنها. 9 لا مش أكبر من 41 بسيبها. 74 أكبر بخزن ال 74. 15 مش أكبر بضلني على 74. مش هيك بجيب أكبر رقم؟ فهذه هي الأرقام بمشي عليهم واحد واحد. 3 بعتبره هو أكبر رقم، بعدين تلاقي 41 بقول لا ال 41 أحسن. بلاقي 12 لا 12 41 أحسن. 9 بضلني على 41، 74 باخذ 74، 15 بضلني على 74. هيك بنلاقي اكبر رقم. كيف هذا ممكن نعمله ككود؟ قال بتعرف فاريبل برا الفور لوب اسمه ايه؟ اسمه لارجست سو فار، اسمه الكبير لحتى الان. تحط فيه رقم سالب، بحط رقم هيك صغير. ماشي؟ الرقم الصغير هذا بصير تقارن فيه كل الارقام بعد هيك، قارن الرقم فيه. وين اول ما تلاقي رقم اكبر منه بتحطه مكانه في الفور طبعا. وبعدين بصير تدور كل مره، اكبر من الموجود بتخزنه، مش اكبر بتسيبه، اكبر من الموجود بتخزنه. تقول بتحط اول حاجه الثلاثه على الارقام اللي شفناها قبل شويه. ثلاثه اكبر من السالبه، بتمشي 41 اكبر بتحط 41. 12 اكبر بتسيب 41 في هذا الفاريبل اللي عرفت. 9 لا بتسيب 41. 74 بتسيب الواحد بتحط ال 74. 15 بتحط 74 بتكون ايش؟ بتكون ضل 74، بتكون انت خلصت من اللوب. يبقى ضل الرقم الكبير مخزن عندك وين؟ في هذا الفاريبل. نشوف هذا الكلام لو بدنا نعمله احنا، تمام؟ عشان نجيب اللارجست نمبر، نجيب اللارجست. بتقول اول حاجه عند هاي الليست، تمام؟ خلينا ناخذ نفس الليست اللي هو عرفها عشان الارقام. هاي الليست، هذه هي الليست. الليست بتساوي الارقام هذه، هي الليست بدي امشي عليها، اجيب اكبر رقم فيهم. طبعا كان عنده هون ثلاثه بتهيألي قبل التسعه. ماشي، غير ترتيبه مش مشكله، امشي على الليست هذه اللي هو شغال عليها عشان اجيب اكبر رقم. فقلت بدي امشي لوب، انا لوب على الارقام اللي وين موجوده في الليست. الشيك مشتغل؟ وين نقطتين؟ طب انت لما بدي اقارن الرقم مع مين؟ بدي احط فاريبل هان، بدي احط فاريبل هان، ايش بتسوي؟ اخزن فيها الكبير، نسميه لارجست سو فار، يعني الكبير لحتى الان. في البدايه بحط فيها رقم سالب، سالب واحد، اصغر من الكل هذا، ماشي؟ وبقول في هذه اللوب اف الرقم الاي اكبر من الرقم المخزن في اللارجست، معناته مش هو اللارجست. اذا الاي اكبر من اللارجست معناته اللارجست هو مش هو اللارجست، الاي اكبر منه. بحط في اللارجست مين هالجيت؟ الكبير، بحط الاي فيه. ما دون ذلك
بسيب اللارجست زي ما هو ماشي. خلينا في كل مره نطبع اللارجست، نشوف كيف شغلت اللارجست. اول مره غيرت اللارجست سالب واحد، مش راح تنطبع هذه، نشوف كيف شغل اللارجست. اول مره 9، ايش اللي صار؟ كانت سالب واحد اللارجست. اجى هان اخذ اول عنصر التسعة، قال التسعة اكبر من سالب واحد اكبر، راح حط في اللارجست مين؟ التسعة، وطبع لي ايش؟ طبع لي اللارجست. في المرة الثانية لف 41، 41 واللارجست صار فيه 9، أكبر من التسعة أكبر، حط في اللارجست ال 41 وطبع لي 41. هان وصلنا هنا. في المرة الثالثة لف لقى 12، هل 12 أكبر من الموجود في اللارجست اللي هو ال 41؟ لا، راح ما خزنش، ما دخلش في اللوب هاي، راح طبع لي اللارجست كمان مرة، ضلوا على ال 41 كمان مرة. راح لل 12، راح لميل للثلاثة، هل الثلاثة أكبر من ال 41؟ لا، ضلوا على ال 41. راح ل 74، هل 74 أكبر من ال 41؟ أكبر، حط في اللارجست مين؟ ال 41، وجو طبعا اللارجست طبعا 74. لف كم مرة؟ 15، ما دخلش هان، لأن ال 74 أكبر، ضلوا على ال 74. يبقى إيش ضل مخزن عندي في اللارجست هان؟ ال 74. لو طلعت هذه برا اللوب تشتغل برا الفور، راح يطبع لي بس في النهاية مين؟ اللارجست اللي هو ال 74. واضح؟ نحط أرقام كمان. أرقام سالبة. شوف مين الكبير؟ هاي 6448، هذا أكبر رقم. ماشي؟ ما ينفعش تحط الرقم هذا رقم كبير، لازم يكون رقم أصغر منهم كلهم، لأنه عشان مباشرة يغيروا. إذا بتكاش هي يشتغل هيك ويغيره مباشرة، حط فيه العنصر اللي في البداية، اعتبر دائما اعتبر الكبير هو أول عنصر وخلص، بتساوي list of zero اللي هو أول عنصر. يعني إيش أول عنصر راح يفحصه؟ مين؟ list of zero، هذا راح يقارنه مع نفسه في البداية ماشي، ويخزن واحدة منهم، ما فرقش كتير. واضح؟ هذا عشان نجيب largest. طيب لو نفس الكود بدي اجيب السمولست ماشي، بدي اجيب السمولست، هذه بتجيب اللارجست، بدي اعمل فاريبل جديد اسمه السمولست سو فار، اسمه السمولست سو فار، اصغر رقم لحتى الان. بقول له امشي على الارقام، ايش بدي اخزن فيه السمولست؟ بدي اخزن فيه رقم مش صغير، رقم كبير، او بخزن فيه اول عنصر من الاري. افترض انه هو اصغر واحد، هذا افترض انه هذا هو اصغر واحد، يساوي مين؟ الليست اوف صفر، اول عنصر في الليست. جميل، بقول له هي موجوده، هذا نحطها هنا تحت بس مش فوق، هنحطها ماشي. نقول له امشي على الليست، اذا كان الاي مش اكبر، اصغر من السمولست، ايش يعمل؟ إذا كان الاي أصغر من السمولست، لقينا يعني الاي فيها هذا في البداية، إذا لقيت عنصر وأنت بتلف أصغر منها، خزن هذا العنصر في السمولست، ما تضلكش على السمولست القديم، حط العنصر الجديد فيها، لما تخلص اطبع لي السمولست. واضح؟ اللي أصغر رقم مو هذا اللي بالسالب. واضح؟ طيب لو خلينا هذا بالموجب، هذا بالسالب، مين بصير أصغر رقم عندنا؟ صار عندي أصغر رقم هو الثلاثة. تمام؟ وضع كيف جبنا الـ largest number والـ smallest number. تمام، طيب نفس الحاجة هنا، وحط سالب واحد، بعدين طبع كلمة before. ايش الـ ايش الـ ايش الـ ايش الـ largest ده بالنسبة للـ largest، ايش الـ largest قبل ما نفوت في اللوب؟ بس سالب واحد. فات قال هل الـ number the number التسعة أكبر من اللارجست؟ أكبر، حط في اللارجست التسعة، وراح وقال له اطبعها، طبع له التسعة. لف كمان مرة لقى الواحد واربعين، 41 أكبر من التسعة أكبر، طبع له الواحد واربعين. بعدين لف كمان مرة، هو بطبع الرقم، هو بطبع الرقم واللارجست. 12 هل أكبر من 41؟ لا، فضله على 41. الثلاث أكبر من 41؟ لا، ضلوا على لا، ضلوا على 41. لقى ال 74، هل 74 أكبر من ال 41؟ خزن 74، صارت اللارجست والنمبر هي 74.
لف اخذ نمبر 15 لقاه مش اكبر من 74، ضلوا عمين على 74%. واضح؟ هذا بالنسبه للارجست والسمولست. ناخذ مثال مش لارجست وسمولست بعد. بالمناسبه يا جماعه بالنسبه للارجست والسمولست انت ممكن هذا تعملها، احنا انا بس فرجيك عشان نفهم اللوب، ممكن تعملها في سطر واحد تقول له الماكس اوف، تعطي له الليست في بيلت ان فانكشن حكينا عنها اسمها الماكس، ترجع لك اكبر رقم فيهم. ماشي؟ يعني باختصار تحطها زي هيك ماكس والمن، بدل كل هالغلبه هاي تستخدم هذه بس على السريع هيك عشان اخذناها عشان نفهم. طبعا نطبع هاي الماكس للليست ايش قال لي؟ شلت التعريف تبعها. ماشي، هي الليست الماكس للليست قال لي قديش هي اكبر رقم فيها. لو قلت له المن للليست يعني ممكن اعملها في سطر واحد، يعني هذه فانكشن معرفه وجاهزه بلت ان فانكشن، والبرنت هي اكبر رقم واصغر رقم. احنا عملناها عشان نفهم بس الفور. ماشي؟ طيب لقيت هذا بنعمل كود مش بجيب الماكسيمم واللارجست او السمولست، بجيب عدد عدد الايتمز اللي في اللوب اللي في الليست. لو فرضنا انا مش عارف ايش عددهم، ناخذ نسميه كاونت، بعد لي كم عنصر في الليست، كم عنصر في الليست، نعرف ليست تمام، بدي اسميها كل مره ليست اسميها ايتمز. ايتمز بالاسماء معناته عناصر، سميهم في شيء احمد، في شيء سترينج بشكلهم ها، وفي شيء طبعا واحده زي هيك راحت هذه مستعد تمام، وبدي اسميها ايتمز. ماشي؟ انا فرضا مش عارف عددهم هذول، بدي اعدهم، بدي اعدهم، بقول فور. كيف بعد انا؟ باجي عنصر، لقيت عنصر بجمع، لقيت عنصر بزود الكاونت، يبقى بدي اعرف فاريبل اسمه كاونت، يبلش منه من الصفر، الواحد لما يبلش يعد يبلش يعد من صفر، قبل ما يبلش يعد صفر. فور ايتم ان ايتمز للعنصر اللي في الليست اسمه عناصر. ايش سوي؟ كل مره بس زود الكاونت، بكل بساطه كاونت بيساوي كاونت زائد واحد. طول ما انت بتلف معناته في عناصر في الهذا، زود الكاونت. لما تخلص برنت لمين للكاونت، اطبع لي العدد اللي طلع معك. بعد العدد قال لي 80. لو طبعت هان، لو هذه يا جماعه البرنت جوا الفور، كل مره راح يطبع عدد، راح تشوف كيف الكاونت بتطور انت. بس هذا مش مطلوب، انا ما بقولكش اطبع لي كل مره، قلت لك اطبع لي العدد وبس. بس لو كانت زي هيك بضل يطبع لك تمام. كان اول شيء واحد اول ما فات، بعدين اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. واضح كيف الكاونت تطور؟ مطلوب لا بس تطبع لي اياها هيك. هو بعد العناصر تمام. لو قلت لك عد لي العناصر ما عدا العنصر اللي رقمه 10، بتقول له اف الايتم بيساوي 10 ما تعدش. ايش يعمل؟ ايش ما يعدش؟ يعمل كونتينيو، طنش هذه المرحله. قديش صار الكاونت؟ 7. لو قلت له 10 او بستخدم الاور كمان، 10 او الايتم بيساوي A A كابيتال، قلت له عد لي كل العناصر ما عدا ال 10 هذول. اذا جاك الرقم 10 او ال A كابيتال اعمل كونتينيو، هذول طنشهم الايتمين. لسه الكاونت 6. ماشي؟ طيب بدي اقول له اذا وصلت لابراهيم، اذا وصلت لابراهيم اعمل بريك. اذا وصلت لابراهيم، اذا صار الايتم بيساوي ابراهيم، اعمل ايش؟ اعمل بريك. يبقى هان راح يضل يعد لغايه بس ابراهيم يعمل بريك. شوف قديش الكاونت حيصير، هان حيعمل بريك، عد لغايه 4. ليش؟ لانه عد واحد، الصفر ما عدوش، لانه عمل اسف 1 2 3 4 10 ما عدوش، عمل كنتوني عنده. عند ابراهيم عمل بريك فصل، كم واحد صار عدد 5 4 اسف. ماشي؟
نفس هذول هيك نرجع، هذا اللي بيعمل كاونت، هذول مش لازمات، هذا هو اللي بيعمل كاونت. يعني كاونت مباشر كل الارقام بغض النظر عن قيمتهم، 8 ارقام. طيب لو مثال ثاني، ليش اعمل كاونت؟ بدي اعمل اجيب الافريج تبع الارقام، بدي امشي عليهم اجيب مجموعهم والافريج، صم زائد الافريج للارقام. بمناسبة هاني جماعة، هذه بإمكانك تعمل الكود اللي عملناه تحت، برضو تعمل إيش؟ تعمل حاجة اسمها length of the items، function اسمها length لين. لين هذه بتقول لك قديش عدد عناصر هذه، عشان قلنا 8، نيجي نطبع هذا الفانكشن، تعمل نفس العملية اللي تحت، نفس اللي احنا عملناه. قد built-in function موجودة برضو، نطبع ايش قال لك؟ 8 اهي، شايف؟ قال لك 8. هذه الطريقة اللي يحب تستخدمها يعني، بس لو قلت لك اكتب كود بعد، بدك تستخدم ليش هذا؟ انا طالب منك كود بعد، ماشي؟ طيب لو هذا الكود بدي احوله لفانكشن يا جماعة، بنسخه زي هيك، خلينا نعمل هذا كومنت، نعمل جوا فانكشن تحت هان اللي هي ديف، تعمل counting، تاخد ايش؟ تاخد list، طبعا تاخد list ارقام، نسميها items عشان، او نسميها list، ماشي؟ ايش بده يصير؟ هاي نقطتين، هذا كله جوا الليست بده يصير، هذا كله جوا الليست، بقول له for item in the list، in the list، ماشي؟ هذا مش لازم، كل ما انت بتلف زود لي الكاونت بس، خلصنا. بعدين برنت للكاونت، بعدين برنت بدي اعمل له ريتيرن، انا بحب جمله الريتيرن، برنت رجع لي الكاونت. هذه الفانكشن اللي بدي استخدمها، ماشي؟ بدي اخزن العدد هان في فاريبل، بقول له اكس بتساوي اللي راجع من الفانكشن اللي اسمها كاونتنج، ايش اعطيها؟ بده ليست، شايف؟ بده ليست، بده ياخذ بارامتر، ايش البارامتر اللي اعطيها؟ الليست اللي عرفناها قبل شويه اللي سميناها ايش؟ سميناها ايتمز، ماشي؟ وبعدين برنت للاكس، برنت الاكس، جميل. ايش قال لي؟ الاكس بتساوي 8، عملناها على شكل فانكشن، نفس الفانكشن اللي اسمها لينث اللي هم عرفوها من قبل، واضح؟ نعمل فانكشن واحده بتاخذ ليست، بدي اعملها فانكشن من البدايه، ديف بترجع او بتطبع الصم والافريج، بتطبع الصم والافريج، صم وافريج، صم وافريج، بتاخذ ليست برضه. هذه الفانكشن اللي بتعرفها ايش بتسوي؟ بدي تو فاريبلز اعرفهم هان، واحد اخزن فيه الصم، واحد اخزن فيه الافريج، او خزن الصم ولما تخلص الفور بتعمل الافريج. شوف ايش بدنا نعمل. هلقيت اول حاجه بدي واحد للصم، بدي اجمع بيساوي زيرو، مجموع في البدايه بيساوي 6. بنقول فور، فور ايش؟ for l in the list. انا بالعاده بغير اسماء هذول يا جماعه عشان توضح، عشان اوضح لك بتقدر تسميها اللي بدك اياها، اسم الالتريشن فاريبل. هذا اسم الليست انا مقيد فيه لانه هو انا حاطه في البارامتر. طيب ايش اسوي؟ بدنا نجمع. دائما بدي اقول له الصم القديم اللي في البدايه بتكون صفر بتساوي الصم الجديد زائد ال l. كل مره اجمع الصم قيمه ال l لغايه ما تخلص، لما يخلص بكون جاهز، بكون جاهز عندي الصم، وقتها بقدر اطبع الصم. تمام؟ نجي نعمل تيست لهذه الفانكشن عشان نشوف شغاله ولا لا، بدي اجي استدعيها، صم وافريج هذه، ايش بدي اعطيه؟ بدي اعطيه ليست، يا بعرف الليست هان برا، يا بعرفها مباشره هان، بقدر اعرفها هان هيك مباشره بين قوسين، بدون ما اعرفها في فاريبل برا منفصله، يعني بدون ما اقول هان اسميها مثلا زد بتساوي ارقام 10 20 10 20 50 40 سالب 10 100 ومش عارف قديش، ماشي؟ هاي الارقام اللي عندي، تمام؟ قادر ادي الزد هيك مباشره، هذه الطريقه واكثر مفهومه، او مباشره تاخذ هذا زي هيك تحطها بدل الزد، ماشي؟ هاي الطريقه كانت تنفع، شيل الزد هاي، واضح؟ نيجي نجرب على هاي، طبعا هو حيطبع هان اللي حتمنع من الطباعه،
تعملش ثاني الجملة هاي، نجرب. قال لي 615 مجموعة، الصم 615، عشان نحط هان كلمة الصم يساوي، نسكر القوس، الصم يساوي 200 و615. واضح؟ كويس. هذا يبقى الصم شغال. هو قال لي بده صم وافرج، لما اخلص اجمع الصم هان، بعد ما اخلص اللوب صار الافرج جاهز، صار الصم جاهز. ايش الافرج يا جماعه؟ الافرج بدي احسبه برا اللوب طبعا، بدي المجموع. خلينا نحسبها بعد ما يطلع الصم، بعد ما يطلع الصم بدي احسب الافرج. الافرج بيساوي الصم على عدد الارقام. منو نجيب عدد الارقام؟ قلنا في فانكشن اسمها length of الايتيمز او في الليست. الليست ايش بسوي لللين؟ هذه ترجع لي عدد الارقام، قسم هذه على هذه. شوف استخدمت فانكشن جوا فانكشن، استخدمت فانكشن جوا فانكشن. وبعدين برنت للافرج، برنت الافرج يساوي الافرج. واضح؟ نيجي نشغل، هيك صارت بتطبع شغلتين، هذه بتطبع الافرج بتطبع الصم. هاي قال هذا الصم وهذا الأبرش. واضح؟ هذا بتعمل الصم وبتعمل الأبرش كفانكشن. ماشي؟ بالمناسبة هان في جملتين برين، مظبوط؟ وإحنا قلنا بحب الريتين، بامكانك تعمل ريتين لجملتين مش لشغلتين مش شغله. لقيت انا بقدر ارجع شغله، نعرف نعمل ريتين. لو انا بدي ارجع شغلتين بديش اعملهم برنت، بدي ارجعهم، تمام؟ بقول له ريتين الصم فاصله ريتين مين الافرج، هيك ايش برجع وقاعد برجع قيمتين. طب كيف استقبلهم انا؟ نشيل جمل البرنت بديش يطلع، بدي اخليه يرجع. هو ايش برجع؟ برجع الصم اللي حسبه وبرجع الافرج، صم وافرج قيمتين. في البداية كنا نرجع الصم، بس خلينا نرجع الصم ونستقبله. هان ناخذ الصم بيساوي هذا، هيك بقدر اعرف الصم. هان بدي اطلع الصم، بقول له اطلع لي الصم، حيطلع لي الصم. طب انا بدي الافرج كمان، بقول له رجع لي، بدي ارجع قيمتين، رجع لي الافرج مع الصم بس بنفس الترتيب، رجع صم وافرج. بقول له هان لما تستقبل استقبل منه صم وافرج. واضح؟ شو رجع لي ثنتين بستقبل ثنتين، تمام؟ هيك بقدر اطبع الافرج هان، لانه انا استقبلت منه القيمتين. واضح كيف خليناها تعمل ريتيرن؟ واضحه هاي؟ هي طبعهم جنب بعض، ملاحظ؟ بتطبعهم جملتين من فهي 615 و68. واضحه هاي؟ تمام. هذا بالنسبه للكاونتينج، هذا مثال على الكاونتينج اخذنا زيه. هذا مثال على الجمع، ايوه فاريبل كل مره كان يجمع عليه قيمه موجوده. واخذنا مثال على كيف تجيب الافرج، كنا بتحسب الصم وبتحسب الافرج. و نيجي نفلتر اللوب، نطبع الارقام اللي بتنطبق عليها شرط معين. نطبع الأرقام، هذا مثال ثاني اللي لها شرط معين. نقول list filtering، فلتر اللوب. كيف يعني فلتر؟ يعني عندك list فيها أرقام موجبة وسهل، بقلت لك أنا أجمع لي بس الموجب. أو أول شيء ناخذ شيء بيجمعهم كلهم، هاي function، تمام؟ ناخذ هذا كله هيك نعيد عليه. إيش بتسوي الفانكشن اللي عرفناه إحنا؟ خلينا بس خليها بتعمل مجموع، بدناش موضوع الافرج كله هي. بس شو بتعمل؟ بترجع المجموع. ماشي؟ صم بسميها، بس بتعمل صم، بس بتعمل صم، تاخذ ليست ترجع الصم تبعه. واضح؟ وهان بدنا نستدعي الصم، مش صم افرج اسمه، وبترجع صم. وهان برنت للصم تعملنا في البدايه، مزبوط؟ نحط عن summation عشان نميزها عن الصم. اسم الفانكشن صار summation. summation تاخذ ليست بترجع لي variable اسمها صم، بطبع الفاريبل. واضحه هاي؟ شغلها هيك. ايش بدي ارجع لي هان؟
مجموع الأرقام، مجموع الأرقام هذول، واضح؟ خلينا نشكل في الأرقام، نحط أرقام كمان سالبة معها. واضح؟ وهي الصفر كمان مع الأرقام. ماشي، لقيت هذا بيجمع لي الأرقام كلها، موجبها وسالبها، موجبها وسالبها. طلع سالب 3 لأنه فيها رقم كبير بالسالب، المجموع سالب. نكبر الرقم هذا عشان يطلع، نكبر الرقم هذا عشان يطلع المجموع موجب، طلع هاي المجموع، هذا مجموع الأرقام كلها هاي، واضح؟ طيب لو أنا بدي أعمل هذا الصم التوتال، بدي أعمل مجموع الأرقام السالبة فقط، يعني بدي إياه يرجع ثلاث شغلات، مجموع الأرقام كلها، مجموع الأرقام الموجبة، ومجموع الأرقام السالبة. كم فاريبل بدي هان؟ بدي صم، وبدي صم للنيجاتيف، مجموع الأرقام السالبة برضو بيساوي صفر، وبدي صم لمين؟ للبوزيتيف برضو بيساوي صفر. شايف هدول ثلاث أسطر يا جماعة؟ صح، هم أخذ مني وسع كثير. إذا بدك تعرفه بطريقة أبسط تعملهم زي هيك، ثلاثة نفس السطر بدي أعرفه، بتقول هيك، تأخذ هذه تجيب هذه هان جنبها فاصلة، وبتجيب الثانية هان اسمها الفاريبل اللي بدك تعرفهم فاصلة. كم فاريبل عندي؟ واحد اثنين ثلاثة، بتقول الأول صفر والثاني صفر والثالث صفر، صار عندي ثلاثة فاريبلز كل واحد ماخذ قيمة هي، واضح؟ هاي اسمها الفاريبلز وقيمهم بالترتيب. هل مشينا لوب؟ اول العنصر اللي بيطلع معك سواء موجة او سالب يجمعه على الصم بس. اف جوا اللوب، اف الرقم هذا اكبر من صفر، ماشي، اذا كان اكبر من صفر ايش بدك تسوي؟ اجمعه على مين؟ على الصم تبع البوزيتيف. الصم للبوزيتيف هم بده يزيد، كان اكبر من صفر بيساوي الصم للبوزيتيف، الصم تاع البوزيتيف زائد ال، لانه رقم موجب. إلس ايش بيكون الرقم؟ إلس الرقم يا اما صفر يا اما نيجاتيف، يا اما صفر يا اما نيجاتيف، في الحالتين احنا بنجمع ما بأثرش. إلس الصم تاع البوزيتيف تاع النيجاتيف بيساوي الصم تاع النيجاتيف زائد ال، واضح؟ وبدي اقول له رجع لي الصم، بعدين مجموع البوزيتيف، الصم تاع البوزيتيف، نفس هذا عشان تكون واضحه لكم اكثر هيك، والصم تاع النيجاتيف رجع لي، او البوزيتيف اول بعدين الصم تبع النيجاتيف، رجعت ثلاث شغلات. هم بدي استقبل ثلاث شغلات كمان، نسميها صم ماينس، وهذه فاصله نسميها صم بوزيتيف، ماشي؟ اداني ايرور. ليش؟ لأن هدول اوبريتورز بقدرش استخدمهم. صم نسميها نيجاتيف هيك، صم بوزيتيف. طبعا انا غلطان، ليش؟ لانه هذا البوزيتيف بيرجع هان، هذه هي البوزيتيف وهذه هي النيجاتيف. الفكره قاعد بعطيهم اسماء غير هدول، احنا وضح لك انه بينفع تسويهم نفس الاسماء تاع هدول عادي، ماشي؟ رجع لي ثلاث شغلات، صم وصم بوزيتيف وصم نيجاتيف. خلينا نطبع هدول الثلاث شغلات، صم والصم بوزيتيف والصم نيجاتيف، واضح؟ قال لي مجموع الارقام الموجبه، كل الارقام مجموعها هي كله، الموجب منهم هالقد، السالبه هالقد، والدليل انه هذه ناقص هذه بيساوي هذا، واضح؟ تمام يا جماعه. بالمناسبه الصفر انجمع مع النيجاتيف ما اثرش، لانه انا قايل له إلس، لو حطيتها هيك الصفر بينجمع مع مين؟ مع البوزيتيف، بس هو ما اثرت لانه صفر في النهايه بنضربش. واضح كيف جماعة الارقام السالبه والموجبه؟ هذا بالنسبه للصميشن، صميشن نيجاتيف وبوزيتيف. اذا بدي اعمل نفس الكلام بس بديش اجمعهم، بدي اطبع الارقام الموجبه فقط، بدي اطبع الارقام الموجبه فقط، بدي اقول له اطبع لي الارقام الموجبه فقط. برنت البوزيتيف هيك نسميها، بتاخذ الليست، بديش اجمعها، انا قاعد بطلع بقول له امشي عليهم واحده واحده، تجمعش حاجه،
إذا كان الرقم أكبر من صفر معناته موجب، وقتها يطبع، وقتها يطبع، يطبع من الألف لأنه بوزيتيف. غير هيك ما تعملش شيء ولا ترجع حاجة، خلص تفهمش ماشي. وهم بديش يرجع شيء، وأنا هم بدي استدعيها بس بديش يرجع لي حاجة اللي هي اسمها ايش؟ برينت بوزيتيف. هذه برينت بوزيتيف وضع ايش عملتنا؟ بديته هذه وبديته لهذه، بديته هذه لسه وبديته له، صار يمشي عليهم واحدة واحدة. إذا لقى الـ أكبر من صفر بيطبع، أكبر أو يساوي صفر بيطبع، غير هيك مش حيطبع. شوف ايش حيطبع لنا هيك، طبع لي بس الأرقام الموجبة. ملاحظ هذه هذه من اللي فوق طبعا، هذه خليني أوقف هذه شغلت كمان مرة. طبع لي بس الأرقام الموجبة من عند العشرة لعين هان، آخر رقم موجب عندنا والصفر كمان لأن قدر الأكبر أو يساوي ماشي. لو بدنا نعمل برينت النيجاتيف بدنا نعكس الشرط، بس برينت النيجاتيف بدنا نسميها هاي برينت مش البوزيتيف، برينت النيجاتيف ماشي. هم بستدعي برينت النيجاتيف، خلينا نوقف جملة الاستدعاء هذه عشان ما تنفذش اللي فوق. ملاحظ انا ما وقفتش الفانكشن نفسه، بس وقفت جملة الاستدعاء بتاعتها. برينت النيجاتيف الشرط يصير اقل، اذا اقل من صفر اطبع. هاي طبعت الارقام مين؟ السالبه فقط ماشي. هذا بالنسبه للفلترين على الليست. طيب سيرش يوزنج بوليان اكسبريشن، هذه لما تلاقي رقم اخذنا مثال عليها انه لما تلاقي رقم موجود او مش موجود تمام. ايش سواها؟ قال لك فاوند اول شيء فولس، الرقم مش لاقينه، وطبع الكلمه هذه في البدايه، في البدايه فولس مظبوط. بعدين قال لك كل الفاليو اللي في هذه امشي عليها كلها ودور، اذا الفاليو بساوت 3 حط الفاوند بساوي ترو، حط الفاوند بساوي ترو، وضل واطبع مين؟ واطبع واطبع الثلاثه اللي لقيتها ماشي. هان ما عملش بريك، هو ضل يدور، لقى الثلاثه حضل يدور، هذا شيء مش صح، هذا شيء مش صح ماشي. لما تلاقي المفروض هذا يعمل، لما يلاقيه تمام ايش يسوي؟ خلاص بريك، مش بدك اياه، مش بدك اياه وبس، خلاص لقيته تعمل ايش؟ بريك، زي ما عملنا المحاضره الماضيه مظبوط. واضح المثال في الاخير بطبع الفاوند، اذا الفاوند انطبعت ترو معناته لقاها، اذا اذا لقيتها فولس معناته ما لقاهاش ماشي. How to find the smallest value؟ شرحناها هذا، كيف تلاقي أصغر قيمة ماشي؟ أوكي. Finding the smallest value كم مرة ماشي. الإز والإز نوت هذول راح أحكي عنهم كمان شوية، خلينا نشوف إذا في أمثلة تانية ممكن نطبقها على الليست والفور لوب. طيب بدي اعرف ليست ماشي، ونبحث فيها نعمل واحده بتعمل فايند، بتدور على قيمه معينه جوات الليست، نعمل فانكشن بتعمل بعطيها قيمه بتدور لي عليها بتقول لي موجوده او لا ماشي. نقول عنها فايند، نسميه فايند فانكشن. عندي ليست، الليست هذه نفترض فيها شغلات مشكله بديش احددها بشيء انا، او فيها اسماء ناس، فيها اسماء ماشي. نجيب لنا واحدة فيها أسماء، خلينا نجيبها اللي عرفناها، نضيف عليها أسماء تانية كمان. ليست اثنين ماشي، نسميها ليست فيها أسماء، نكمل عليها كمان شوية أسماء. كرم، كرم وابراهيم، حازم، جهاد، ومين كمان؟ بشير، بشير، هذه اسماء ناس مظبوط. بدي اعمل فانكشن اعطيها الليست ماشي،
واعطيها القيمه اللي بدور عليها، وهي الدور تقول لي موجوده ولا لا، ترجع لي ترو او فولس، ترجع لي ترو او فولس. نعمل فانكشن اسمها ايش؟ اسمها فايند. ايش بتاخذ؟ بتاخذ ليست وبتاخذ العنصر اللي بدور عليه الايتم، تاخذ شغلتين ليست وايتم كبارامتر. ايش بنقول؟ بنقول فور اي ان الليست ولا الايتم، ان الليست ده كل عنصر في الليست امشي لي عليه. اف الاي ساوى الايتم اللي بدوروا عليه، اذا لقيته تمام بقول له ايش؟ رجع ريتيرن ترو وخلص وانهي وافصل. طبعا فيش داعي احط هان بريك لانه الريتيرن نفسها بتعمل بريك، لما اقول له رجع تعمل بريك بلاش تدور ماشي. إلس يلف، ما لقاش يضل يلف ماشي. اذا طلع من اللوب وهذه مش راجعه ايش بدي يرجع؟ ايش يرجع هان؟ يرجع ريتيرن فولس. كمان مره هي الليست راح ياخذها والايتم اللي بدوروا عليه، نفترض انه بدوروا على كلمه علي، راح يدور هل الاي بتساوي علي؟ لا 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 اه، لما فات هان رجع ترو ماشي. اذا طلع من اللوب وهو مش مرجع ترو معناته ايش يرجع؟ رجع فولس. واضح؟ هي استخدمها. ونفترض العنصر اللي بندور عليه احنا اليوزر بدي يدخله من انبوت، العنصر اللي بدور عليه اكس بيساوي انت انبوت، من وين بنجيبه؟ من اليوزر. انتر الايتم اللي بدور عليه. بعدين بدنا نقول بنستدعي الفانكشن فوق اسمها فايند، بدي اعطيها الليست وبدي اعطيها الايتم اللي بدور عليه اللي هو الاكس ماشي. نيجي ندور كده دخل، بدي اقول له بدي علي ماشي. طبعا ما طبعناش الناتج، برنت الناتج تبعها هاي. كمان مره بقول له بدي علي، موجود ولا لا؟ قال لي ترو موجود ماشي. شغل كمان مره علي بس مكتوبه غلط، قال لي فولس مش موجود. واضح؟ واضح يا جماعه هاي؟ اذا هذا مش فاهمها انت خليني اعيد لك اياها صياغتها بطريقه ثانيه، اخزن جوا فاريبل، بدي اعمل نفس الفاين بس هان بدي اعرف فانكشن او فاريبل اسمه اكزيست، او بلاش اكزيست نسميه فاوند لانه اكزيست كلمه محجوزه. فاوند بتساوي فولس في البدايه، مش موجود معناته العنصر الديفولت انه مش موجود. بقول له اذا لقيته حط في الفولس في الفاوند ترو، الفاوند بيساوي ترو واعمل بريك خلاص افصل كملش بحث. انت لقيته غير هيك تعملش حاجه غير خليها فولس. لما تخلص كل شيء رجع لي القيمه الموجوده وين؟ موجوده في الفاوند. واضح؟ نفس الكلام نفس الكلام. قلت له فاوند انيشالي فولس قيمتها، افحص لقيت الايتم اللي بدوروا عليه حطها ترو، حط الفاوند بيساوي ترو وافصل خلاص تكملش تدوير. يعني افصل اللوب هاي، لما افصله هون بروح على جمله الريتيرن برجع نفس الكلام. نقول له علي، نقول له علي قال لي ترو، نقول له احمد قال لي ترو، بقول له اليكس قال لي فولس مش موجود. واضح؟ واضح يا جماعه؟ اتمنى تكون واضحه هذه، اللي هو بدور في عنصر في الليست على عنصر هو بده اياه. تمام، اتمنى تكون واضحه الامور هيك يا جماعه. المحاضره الجايه ان شاء الله نكمل باقي الشابتر. يعطيكم الف عافيه. السلام عليكم ورحمه الله.